زينوفيف قال لهم بدون كاسيشن بالسبلين. هذه السبلين صارت بي جران، هذا وايت ريت بلب وهذا الوايت بلب، صارت جرانلوما بالسبلين بدون كاسيشن. حكي لي بعد الانفلويد جرانلوما، واذا اخذناه بالفصل الاول هذا سلايد، اذن اخذناه بالفصل الاول جرانلوما من حكينا التي بي بالفصل الاول بالتفصيل نفس اللي ترجع لي، راح نرجع ناخذ الاورجن، ناخذ الانفلويد وناخذ السبلين، اذا لازم احكينا نفس السلايدات من الفصل الاول جرانلوما وذ كاسيشن بالانفلويد. شوف شلون صار هذا كاسيشن وهذا الورديل بالتيبي نفسه بفصل واخذناه. هنا انا جرانلوما وذاوت كازيشن باللفنود، هاي عقده لمفاويه هاي الفونيكلز، وهذه جرانلوما بدون كازيشن، وهذه جاينت سيل مالت التيبي مثل حضور مالت الحصان، جاينت سيل مالت التيبي، جاينت سيل مالت التيبي. هنا التيبي جديد، ليش ما صار كازيشن جديد؟ الاصابه هنا التيبي صابت الجسم كله بس هنا وصلت الفلويد بعد ما صار كازيشن، هذه مده طويله. اذا بدون كازيشن بس صابت العقده النفاويه يسموه جرانيوما وذاوت كازيشن. هذا السلايد اجيبه، هذا السلايد قلنا عليه بالسبلين اخذناه بالفصل الاول بالاخير، الاميلويد اللي اخذناه بالكدني، هذا اخذناه بالجلوميرولاي مال الكدني، هذا الاميلويد، هذا الماده الورديه البيضاء اللي كان داخل الجلوميرولاي اجت داير ما يدور الوايت بالب، تحل محل الوايت بالب، هذا الاميلويد بالسبلين، احد الامراض المناعيه بالسبلين، اخذناه بنهايه الكورس. زين حكي لي بعد نفس الشيء ساقو امي، هذا هو مغلفه ساقو. فهنا هاي المنطقه البيضاء سمي الحبيبات النشا متبوعه السبلين، السبلين هي سوداء حبيبات النشا عليها بيضاء، هو هذا ساقو سبلين يسموه بالكونغوريد، صبغه الكونغوريد هي سبيشال ستين اللي تصبغ الاميلويد، هنا نقول عليها ساقو سبلين. هذا ساقو سبلين ما سول تراكروم ستين، شوف السبلين كل الاميلويد حل محله اميلويد. شوف شلون صارت هاي الماده الزرقاء بدل الكونغوريد، صبغه الكونغوريد اللي صار بها الاميلويد وردي. احنا اذا اخذنا الاميلويد لازم يجي سؤال دور الاول دور الثاني نهايه السنه والفصل الثاني من الاميلويد، كلش مهم عندكم اللي صادفكم. اذا اخذناه بالسبلين واخذناه بالنفنود. زين حركي اللي بعد، هاي هسه السبلين كلها صارت بيضاء يسموه باكول مثل لحم الخنزير، السبلين كلها صارت بيضاء، فهنا صير باكول مثل باكول السبلين كلها صارت بيضاء هنا، يعني هناك بس الوايت بارب انصاب. اذا بس الوايت بارب انصاب معناتها ساقو مثل حبايه النشا، اذا السبلين كلها انصابت نقول عليها باكول مثل لحم الخنزير. حركي اللي بعد نفس الشيء، ها سلايدات اخذتوها بالفصل الاول بس داعي اعيدكم، راح اعطيكم الليمفاتيك واعطيكم التيومر. روحي لي على البرين اللي يهمنا بيه بس الابسس، اخذناها بالفصل الاول من اخذنا الابسس. اذا البرين بهاي الابسس، هذا الخراج، هاي الابسس داخل البرين، هاي الابسس داخل البرين، لوك افكتيف نورتو يعني ابسس. احنا قلنا اللي يكون افكتيف نكروز بالبرين يصير شكلين، اما فلويد واما بس، مش قلنا ايديما او باس في داخل البرين، هذا هو الكيفكتس بالبرين، هذا خراج داخل الدماغ. هذا مهم من السيدات المهمة ايضا. نفس الشيء هذا اوعية دموية داير ما يدور الليمفوسايت بري فاسكولا ليكوسايت كفن، الدماغ اوعية داير ما يدور الليمفوسايت بري فاسكولا كفن. زين حكي لي بعد البرين جرانيلوما، هاي داخل البرين جرانيلوما، فورم بدي يوصل للبرين سوى جرانيلوما، فورم بعبالهم تيومر واحترقت الدنيا وبالك دونك وديدي. دكتور ابو عبد الدكتور عبد الله انتم ما تعرفون، كان معيد عندنا عبد الله راح يكمل بورد، لازم حكتوا عليه بصفين عم شفتوه ابوه شاف هاي من الحبايه صغيره بكيت الدكتور، هذا مو مال شخصي، هذا مو مال تيومر، هذا مو مال تيومر، حبايه صغيره تيومر وتخلي المريض يسجل هذا التهاب.